بالتأكيد الوزارات اللي ما طبقت القرار خلال السنتين الماضيتين هو كان بسبب عدم توفر السيولة المالية. هو أقر في نهاية سنة 2019 كان من المقرر أن يضمن في الموازنة في 2020. أنا ذكرت ما أعرف وين انقطع الاتصال، لكن لا أنت لم تقر موازنة. قلت أنه أنا أطمئن أنه القرار ما عليه تغيير. بالضبط ما عليه أي تغيير، وساري المفعول لا يحتاج إلى قرار آخر ولا يحتاج إلى تشريع أو قانون. جيد. فقط المسألة مسألة التضمين ضمن الموازنة، أنه في موازنة 2022 سيتم تضمين المبالغ الخاصة ورصدها لكل الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارة والمحافظات، الكل سيتمتع بقرارات هذا القرار. آلية تنفيذ القرار سيد حيدر وكيف عمل عليه، يعني آليات الشمول، وأنا أريد أتكلم أنه راح يطبق حرفيا هذا القرار، ممكن أنه يعامل معاملة الموظف، يتمتع بكل ما يتمتع بالموظف. نعم القرار يتضمن على بنود عديدة، كيف وضع الإداري والقانوني المتعاقد اللي راح ينشمل بهذا القرار، راح ينشمل بموضوع التقاعد، وايضا راح يشمل بموضوع موضوعه القروض والتقاعد، وهذه كلها راح تشمله القروض والسلف اللي تطلقها المصارف. كل تقريبا اغلب اذا مو كل الامتيازات اللي يتمتع بها الموظف على ملاك الدائم راح يتمتع بها الموظف العقد اللي يشمل بهذا القرار. السؤال الأخير، أنا عندي أقل من نص دقيقة سيد حيدر. نعم. إنه هذا القرار متى سينفذ، سيطبق عمليا على الوزارات؟ يعني على شهر الخامس لو على الميزانية لو؟ لا لا على الصحة بعد أن تقر الموازنة. بعد أن تقر الموازنة. نعم. نعم نعم. وإذا صار في اجتهاد من بعض الوزارات بخصوص هذا القرار، أو قال لك أنا أطبق هذا من ما أطبق هاي. لا لا القرار ملزم لجميع الجهات الرسمية، قرار بحذافيره يطبق، كل قرار يصدر من مجلس الوزراء هو واجب التنفيذ بكل حذافيره.